أحداث 29 من فبراير. في 29 من فبراير من عام 1956، باكستان وبعد مرور أكثر من 9 سنوات على استقلالها تعلن قيام الجمهورية الإسلامية الباكستانية. وفي عام 1960 زلزال يهز مدينة أكادير المغربية بقوة 5.9 على مقياس ريختر، وذلك على الساعة 11:15 ليلا. دام الزلزال 15 ثانية فقط وقتل ثلث السكان وشرد ثلثا آخر، حيث كان عدد السكان آنذاك 45,000 نسمة. وفي عام 1988 أحد العلماء البريطانيين يخترع أول آلة كاتبة إلكترونية في العالم تكتب بطريقة بريل لقراءة المكفوفين. ومن مواليد 29 من فبراير في عام 1960 ميلاد مغني الراي الجزائري الشاب خالد. واخترنا لكم من الأعياد والمناسبات هذا اليوم، أي 29 من فبراير، يأتي مرة كل 4 أعوام. تسمى السنة التي يأتي فيها هذا اليوم سنة كبيسة.